أهلا بكم مرة ثانية مع كورس تأسيس. الآن بناخذ مع بعض الأفعال الناقصة اللي هي المودرن فيربس. تشمل will معناه سوف، وصيغة الماضي منها would، can يستطيع، could استطاع، shall سوف، should may ربما الاحتمال، might have to has to had must had to. Examples أمثلة. Number one, we will travel abroad. سوف نسافر للخارج. Number two, he can speak English. هو يستطيع أنه يتكلم إنجليزي. Three, you should study hard. يجب أن تذاكر بجد. هنا المثال الأول عندنا will معناه سوف، وهنا عندنا can يستطيع، وعندنا three should معناها يجب للنصيحة. يتم نفي الفعل المساعد والفعل الناقص بوضع ممكن نكتب not كاملة أو n apostrophe t اختصار للنفي. أمثلة: he is writing the letter. هو يكتب الخطاب. He isn't writing the letter. طبعا isn't هنا اختصار. She will cook lunch. She won't cook lunch. He has studied English. He has not studied English. هنا has not كاملة وليس باختصار. They were waiting the bus. هم كانوا ينتظرون الحافلة. They weren't waiting the bus. هنا لم ينتظروا الحافلة. هنا weren't in apostrophe t. Basant can swim in the sea. طبعا دي جملة إثبات. Basant can swim and the sea. بس أنت لا تستطيع أن تسبح في البحر. نشوف مع بعض نفي الفعل الأساسي. إذا جاء فعل بدون إضافات ننفي بكلمة don't أو never. don't أو never إذا لم يكن مضاف له أي شيء. لكن إذا كان مضاف إليه s أو es أو ies في هذه الحالة بننفي بكلمة doesn't أو كلمة never. إذا جاء فعل ماضي ننفي بكلمة didn't أو never. نشوف أمثلة على النفي والإثبات. They write، طبعا هنا write فعل مضارع. They write English. They don't write English. They never write English. He writes English. خلي بالك من الجملة دي، انتبه جدا عليها. They doesn't write English. هنا طبعا writes استخدمنا doesn't وحذفنا الإس من كلمة writes. لكن انتبه علي من الجملة الجاية. He never writes. إذا استخدمنا never الإس لا تحذف أو الإس أو الإس. He wrote English in the ماضي. He never wrote English.